في إسرائيل توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 1660 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية. وبحسب المعطيات الرسمية فإن الإصابات النشطة وصلت إلى 23,400، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 698 حالة منذ بدء تفشي انتشار الفيروس في البلاد في آذار مارس الماضي. وحول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور حنا فرح، وهو مستشار صندوق المرضى إكلاليت، وأيضا أخصائي الأمراض المعدية وأخصائي الأطفال. دكتور حنا، يعني مع بدء تفشي فيروس كورونا والموجة الأولى كما توصف، كان هناك حالة من الانصياع لكل الأوامر ولما طلبته وزارة الصحة الإسرائيلية، لكن بعد ذلك أصبح بأن هناك أصبحت هناك حالة من الاستهتار أو اللامبالاة. ما برأيك حدث بعد الموجة الأولى؟ الموجة الأولى زي ما أنت قلت تفضلت بشار، يعني قلقناها زي ما تقول كنا شوي متحفظين، كنا شوي أكتر نلزم بتوصيات وزارة الصحة. الموجة الثانية أثارت كتير بلبلة عند الناس، يعني كمان بتوصيات وزارة الصحة كان في كتير بلبلة إنه الناس صارت تفكر ليش مثلا هيك ممنوع، ليش هيك مسموح. وفي ناس كتير زي ما ذكرت كمان كان عندها استهتار، كان عندها عدم اكتراث، ولحد إسا بنشوف إنه في ناس كتير بعدها مش مقتنعة أو مش واعي لخطورة المرض، خاصة بالوسط العربي. يعني أنا عم بشوف كتير ناس اللي بتقول هنا على بتنبهن لأهمية الكورونا، أهمية الوقاية منها، وفي كتير بعد مش مقتنعين أو مش واعيين لسبب هذا، إنه ليش لازم أحط الكمامة، ليش لازم أبعد. فحسب رأيي هو يعني على المستوى وزارة الصحة هو شوي توعي، ناقص بالتوعية للمواطن. وعلى المستوى الشخصي هي في كتير ناس عن جد في عدم اكتراث، اللي هو منبع من عدم مسؤولية شخصية. تحدث عن المجتمع العربي، وأريد أن أبقى مع هذه النقطة. وسمعت ما قاله أيضا المسؤول عن لجنة مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل روني جامزو، الذي لام أوساطاً عربية بعدم الانصياع للأوامر، بالأخص لتمسكها ببعض العادات والتقاليد، ولاحقا اعتذر على أقواله. لكن إلى أي مدى ترى بأن هناك فعلا حالة من عدم الانصياع وحالة من اللامبالاة في بعض أوساط المجتمع العربي، خاصة عندما نرى الأعراس وحفلات الزفاف وما إلى ذلك؟ طبعا بروفيسور جامزو اعتذر عن الكلمه اللي قالها، بس بشكل عام فحوى اللي قاله هو في منه مظبوط. المشكله اسا بالوسط العربي عم نشوف تزايد كثير بحالات الكورونا. ممكن نعزو هذا التزايد لشغله بسيطه، ان اذا تتذكر قبل جمعه جمعتين كان عيد الاضحى، اعياد عندنا طبعا عند العرب هي لقاءات زيارات، كان لسه فتره اعراس، فتره الاعراس في تقارب، في عزايم كثير، في ناس بتقرب على بعضها، بتقبل بعضها. فعندنا هاي الفتره فتره اجتماعيه كثير كثير قويه. هذا حسب رايي كثير ادى لتزايد الحالات، لاحظناها يعني كثير. الاعراس دغري لاحظت بعد بجمعه جمعتين زادت بشكل كبير الحالات. أنا حسب رأيي إنه الإشي الأساسي هو توعية المواطن. إحنا عنا عم نحكي عن مرض بشار، اللي هو إحنا فيش له علاج، بعد فيش علاج للمرض، فيش تطعيم للمرض زي ما إسا ذكرت. كان طيب. طيب دكتور، لأن الوقت شرف على الانتهاء، سؤال أخير وبعجالة إن سمحت لي. الآن ما هي الخطوات المقبلة في ظل هذا الاستمرار لتفشي الفيروس، وهل موضوع الإغلاق الشامل ما زال مطروحا أم لا؟ موضوع الإغلاق ما زال مطروح، بس أنا حسب رأيي هذا لازم يكون مناص أخير. يعني أنا أول إشي ببلش فيه هو توعية المواطن، لأنه أنا بكفيش هقول للمواطن تعملش هيك، لازم أورجيه ليش ممنوع ما تعملش هيك، لازم أورجيه خطورة المرض، خطورة المرض على أهله، على أولاده، عليه هو، لازم أقنعه، أعطيه معطيات اللي هي بتدل على بحوثات، معلومات طبية اللي فيها منطق، يعني بورجيه إنه هيك وهيك وهيك، هذا إيش أهمية المرض، إيش ممكن المرض يعمل. وعلى المستوى الشخصي هو الالتزام بالوقاية من المرض. إحنا عندنا مرض اللي فيش عنده علاج لحد إسا وفيش تطعيم، ولكن في منه وقاية، اللي هي كل الدراسات بتأدي لنفس النتيجة، إنه الوقاية من المرض كتير مهمة، خاصة عند المواطن العربي اللي لازم يفهم هذا الإشي. نعم. ولازم دائما وصلت. يعني أنت. بس
كمل جملة أخيرة بس بشار، أنا بروح على عراس، بروح على عزة، بروح على هاي، بشوف كتير ناس يعني أو مش حاطة كمامة أو بتحطها بطريقة بس عشان إنه أنا عملت اللي علي، حطيتها على الرقبة، حطيتها على الراس. لازم الكمامة تنحط تغطي منطقة الأنف، تغطي منطقة التم، لازم يكون بعد فيزي بينه وبين الثاني حتى أحافظ على عدم نقل المرض والوقاية منه. هذا هو الإشي الأساسي اللي لازم يتخذ، هاي خطوة أساسية ومهمة جدا اللي كتير كتير ناس يعني زي بدي أقول لك عدم اكتراث الناس بهاي الشغلة اللي عم بتقدم زيادة في الوسط العربي. إذن هي الوقاية من ناحية والوعي من ناحية ثانية بحسب ما فهمت منك دكتور حنا فرح، أخصائي الأمراض المعدية والأطفال وأيضا مستشار صندوق المرضى كلاليت، حدثتنا عن وباء كورونا. شكرا جزيلا لك.